كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي. وأضاف السيد الرئيس في كلمته بمناسبة عيد العمال أنه أصدر توجيهات بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية. لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.